أكدت مملكة البحرين على أهمية جهود جميع الدول الأعضاء في كل ما من شأنه تعزيز تنفيذ الأهداف الرامية لحماية الأطفال وتجنيبهم ويلات النزاع حول العالم ودعم إعادة تأهيل ودمج المتضررين منهم. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح، والذي أكد سعادته خلالها حرص مملكة البحرين تنفيذ المبادرات وسن التشريعات الخاصة بحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم، حيث انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1991، كما انضمت المملكة للبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم. ونوه سعادة المندوب الدائم بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح، والذي رحب فيه بتعاون تحالف دعم الشرعية في اليمن مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. كما أشار سعادة المندوب الدائم في كلمته إلى أن للنزاعات المتزايدة وتضاعف أعداد الجهات المسلحة ووصول الأعمال العدائية لمناطق جديدة الأثر المباشر على تزايد تلك الانتهاكات المروعة بحق الأطفال كالقتل والتشويه والخطف والتجنيد وغيرها من الجرائم البشعة، كذلك تزايد الهجمات على المدارس والمستشفيات والبنى التحتية، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية التزام جميع أطراف النزاعات بقانون دولي والقانون الدولي الإنساني وعلى احترام وتنفيذ المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، وعلى أهمية أن تعمل الأطراف المشاركة في النزاعات على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال وذويهم والقائمين على رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية والتعليم والحماية لهم. وأكد سعادة المندوب الدائم على أن مملكة البحرين ستواصل دعم كافة الجهود الرامية لحماية الأطفال ومنع استغلالهم، وستعمل مع المجتمع الدولي من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في العالم حتى يتمكن الجميع والأطفال على وجه الخصوص من التمتع بحقوقهم كافة، وعلى رأسها النمو في الأوطان الآمنة والمزدهرة.